كل اللي نطالب فيه الآن أنه بس يعني يعني يتم الموافقة السريعة والعاجلة للذهاب للمحكمة الدولية عشان ما نتعطل، لأن احنا نبغى نلحق المحكمة. أعتقد قالوا لنا خلال 3 أيام تصدر حكمة وممكن نتقدم يوم الاثنين، فأطلب من الاتحاد السعودي غدا تسليمنا مع القرار، قرار الاستئناف اللي لا نعول عليه اطلاقا، واحنا نعرف انه قرار الاستئناف اساسا يعني يكفي انه طلع في التليفون بدون اجتماع، وهذا يعني وهذا يعني قضيه شغلت الراي العام، قضيه اشغلت الناس، قضيه شائكه قانونيا. لائحه الاستئناف الشبابيه 8 صفحات، ما في احد جالس يجتمع يقرا ولا حتى يشوفها. لكن ناقشتهم بالوليد فرج في الاستئناف؟ ما في نقاش، ممنوع النقاش مع اللجان، لكن بسلامتهم. انا كل اللي اريده من الاتحاد السعودي مشكورا، أشكر على أريحيته، أشكر على ثقافة التقاضي اللي أسسها سمو الأمير نواف، وثقافة التقاضي اللي حقيقة غرسها أنه بس نعطى إذن، لأنه لا يمكن نروح المحكمة الدولية إلا بإذن الاتحاد السعودي، نعطى إذن الذهاب بسرعة. إحنا واثقين لأن سمو الأمير نواف أعطانا الإذن، ولكن يكون الإذن خطي ومكتوب غدا عشان يوم الاثنين نسرع ونعرض الأمر على المحكمة الدولية، وعلى المحكمة الدولية نحترم قراراتها. والله النتيجة كاملة للأهلي والاتحاد السعودي صح، فأهلا وسهلا. الاتحاد السعودي غلط، هك الساعة كل يتحمل عقبات هذا 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 الموضوع، وهذه تقاضي سليم. نحترم الاتحاد السعودي ونحترم جميع لجانه، ولكن سنذهب إلى القضاء، فالقضاء هو من يفكنا ويخلصنا من الآراء الفردية ومن الأهواء الشخصية ومن أي شيء. احنا قد نشك وقد نكون غلط وقد نكون صح، خلونا نروح للمحكمة، والمحكمة هي تبرع ساحة الجميع، والحكم بالأخير بيكون إذا كان لصالحنا فالحمد لله، إذا كان لصالحهم نقول أبدا احنا غلطانين. احنا تم تأخيرنا بطريقة حقيقة غير مفهومة إطلاقا، تم تأخير تسليمنا الوثائق اللي طلبناها لما انتهى الحكم يوم الاثنين، حكم الاستئناف، حكم اللجنة الفنية يوم الاثنين، كان المفروض نستلم بجميع الوثائق، ما استلمنا الوثائق إلا يوم الأربعاء. مصيبة هذا الموضوع كله، الناس تنظر إلى خطاب الأمين العام على أنه مصيبة أو على أنه خطأ فادح. أنا برأيي والله الخطأ الفادح لو تعرفون ما نعرف، لو تعلمون ما نعلم، وهذا لازم نكشفه خلال اليومين الجاي مؤتمر صحفي، هو الأسئلة التي وجهت من اللجنة القانونية عبر الأمين العام إلى الاتحاد الآسيوي عن موضوع عبدالعزيز السعران والوقائع اللي سردت، شيء حقيقة يعني مخالف بشكل كبير، ولم يرد كل الحق، ولم يرد حتى وجهة نظرنا، ومكتوبة بطريقة يعني كأنها مسودة قرار، كأنه دفع الاتحاد الآسيوي لهذا القرار. احنا عندنا قضية ضد الاتحاد السعودي، نشعر بالظلم من قبل الاتحاد السعودي، سنذهب مع الاتحاد السعودي للمحكمة الدولية، إذا قررت المحكمة الدولية أن أي طرف هو صاحب الحق سنحترم هذا القرار. حقيقة شيء مؤلم أنك تفوز بالمباراتين ولا تتأهل، شيء مؤلم، لكن يعني في النهاية نبارك للأهلي هذا التأهل، والله يوفقه إن شاء الله. ولكن حنا بالنسبة لنا يعني نحس أننا حصل علينا ظلم، ويجب أن ندافع عن حقنا. الأهلي كان يدافع عن حقه وإحنا ندافع عن حقنا بكل احترام. أنا يعني ضد الأصوات اللي انطلقت اعتبرت والله خالد البلطان ضد الأهلي ولا الأهلي ضد خالد البلطان، وهذا كلام، هذا كلام صراحة ناس نفاق إعلامي ونفاق ومزايدة رخيصة من قبل إعلاميين ومن قبل ناس محسوبين على أطراف يعني ما لها سنة. يعني خالد البلطان المفروض أنك تنظر له أنه والله الرجل ما قصر يدافع عن نادي، زي ما تنظر بإعجاب إلى سمو الأمير فهد بن خالد، احنا ما زعلنا عليه، الرجل قاعد يدافع عن نادي وبكل احترام وتقدير ونحترمه. لم نخطئ على الأهلي ولا خطأ واحد، ولا يمكن نحترمه. اليوم شفت مباراة نظيفة جدا، يعني اللاعبين طلعوا أعقل من كثير من الإعلاميين، يعني للأسف مزايدات، وأبدا أصبح نفاق إعلامي غريب.